خير الكلام قليله إذ أورقا بحروفه آي الكتاب ربيعا وسرى بنور حديث خير معلم وهمت به حكم جرت ينبوعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا بالإيمان، واشرح صدورنا للإيمان، واجعل هذا الشهر شهر عز ونصر ومنعة للإسلام والمسلمين. إخواني المشاهدين الكرام، أخواتي المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا في هذه الأمسية المباركة مستوحى حديثنا عن يوم الفرقان في شهر القرآن، والمقصود منه الحديث عن يوم بدر، يوم النصر الاستراتيجي الذي حصل للإسلام وكسر به شوكة المشركين، وهو مستوحى من قوله تعالى في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ربنا الكريم الجليل سمى يوم بدر يوم الفرقان لأنه فرق به بين الحق والباطل. وهذه الآية جاءت جوابا عن السؤال الوارد في صدر سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. حدث بسبب الأنفال شيء في النفوس، وقال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: هذا اليوم ساءت فيه أخلاقنا، فحثهم الله سبحانه وتعالى على الرضا بالتخميس: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يوم الفرقان هو يوم بدر. ماذا أنزل الله على سيدنا محمد يوم الفرقان؟ أنزل الملائكة المثبتين للمؤمنين في الأرض، وأنزل الفتح المبين، وأنزل النصر المؤزر على المشركين. ومن عجيب أنساق القرآن العظيم وهو يحدثنا في سورة الأنفال عن غزوة بدر وعن يوم بدر أنه ابتدأ الحديث عن هذا اليوم من الأخير، من النهاية، لأنها كانت نهاية مشرقة بخلاف البداية. البداية كان فيها شيء من التردد: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وهم ينظرون. فابتدأت السورة الحديث عن يوم بدر بالنهاية، بالحديث عن الأنفال، بالحديث عن الغلبة للمؤمنين، في حين أن الله سبحانه وتعالى حدثنا في سورة آل عمران عن يوم أحد من البداية، لأن النهاية كانت محزنة للمؤمنين: وإذ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فلم يحدثنا عن النهاية كما في يوم بدر، لأنه فات فيه النصر على المؤمنين فقتل 70 وجرح 70 منهم، من القتلى سيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يوم بدر يوم بدر بكل المقاييس: بدر في المكان، اسم المكان بدر، ويوم في الزمان في 17 رمضان. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة باتجاه بدر في أيام يكون فيها القمر بدرا، وأشخاصها أيضا بدور في الزمان، بدور، وهم أصحاب السابقة وقدم الصدق في الإسلام، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فسبحان الله، سبحان من قدر وقضى هذا، ولكن ليقضي الله ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام لطلب الغنيمة الباردة، لطلب الغنيمة الباردة وهي عير قريش.
ولكن الله سبحانه وتعالى أرادها غنيمة حامية ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ونقف هنا وقفة لها علاقة بأسباب النزول في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تعلمون أن حاطب بن أبي بلتعة قد شهد بدرا وقد ارتكب أمرا كبيرا حينما أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتجاه فتح مكة، فقال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: دعني أضرب عنقه يا رسول الله أنه قد نافق. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معتذرا عن حاطب: أليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على المسلمين وعلى المؤمنين بالنصر المؤزر المبين، وأن يدبر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويقام فيه شرع الإسلام والمسلمين. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأترككم بأمن الله ورعايته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير الكلام قليله إذ أورقا، بحروفه آي الكتاب ربيعا، وسرى بنور حديث خير معلم، وهمت به حكم جرت ينبوعا. هو كالضياء توهجا وهدايا، سكنت معانيه رؤى وضلوعا. خير الكلام قليله إذ أورقا.